معكم هنادي عوضة، أخصائي تجميل. بدي أشرح لكم عن الليزر، شو الفرق بين الديود ليزر وشو الفرق بين الليزر والإيلايت والآي بي إل. شو الفرق بين الليزر والآي بي إل اللي هو كتير فيه نساء أو بنات بتغلبطوا فيهم؟ إيه أهلا، يا أهلا وسهلا. في فرق كتير كبير بين الديود وبين الليزر وبين الآي بي إل وبين الإيلايت. الآي بي إل والليزر هو الآي بي إل بس بيحول الشعر لوبرة، ما بيقتل البصلة. لما بتعمل الجلسة المدام بتشم ريحة شوية الشعرة، بتشم الشعرة احترقت. بينما البصلة الديود الليزر هو بيحرق البصلة وبيقتل البصلة، ما بنشم ريحة حريق، بس بعد 15 يوم بتنزل الشعرة ومع البصلة. بس نحن بنقتل البصلة الليزر وبترجع، فبيروح بفضل الآي بي إل أحسن. بس هو الليزر نحن من 4 لـ6 جلسات ماكسيموم، اي بي ال منضل سنه سنتين رايحين جايين. بس في حالات ما بنعملها ليزر، الحالات لما بيكون الهرمون الذكري عالي، لما بنشوف البنات عندها شعر بمكان ما لازم يكون عندها شعر، بطلب منها انه تروح تعمل اول شيء فحص الهرمون، تعالج الهرمون وبعدين نعمل ليزر. لما بتكون المدام انسنت ما بنعمل ليزر، لما بيكون عندنا مرض بالكهرباء بالراس ما بنعمل ليزر. ليزر قصدك من كل انواع، حتى كل انواع ما بنعرضهم للانفراريد نهائيا. أوكي. يعني ابدا. لما بيكون عندنا بالقلب، عندنا مرض السل، عندنا مدام اونسنت، هول الحالات ما بنقرب عليهم الليزر. لا كافيتيشن راديو فريكونس ولا انفراريد، يعني بهالحالات ما بنشتغل لهم. ولما بيكون الهرمون عالي، بتمنى الهرمون الذكري عالي عند البنات، شعر بمنطقه بالوجه بالبطن بكعب الظهر، بتكون البنت دغري بتزعل، دغري بتتحسس، يعني ببين عليها في شيء انورمال. في ناس هيك عم بيعملوا لهم اي بي ال اللي هن عم بيحرقوا لهم البصل ويقولوا لهم شيلوها بالشفره ورجعوا تعوا، يعني هن مش عم بيحرقوا بصله ولا صح؟ هذا كذب. كل شيء اي بي ال نحن ما عم نحرق بصله ابدا، البصله ما بتحترق الا بالانفراريد اللي هو الليزر. الليزر هو بيكون ضوء احمر، الاي بي ال اي لايت او بيكون لون الضوء ابيض ازرق او اصفر. لما بيكون هيك الضوء نحن ما بنعمل ليزر. شو ما عادش عندهم ولا ويا ما عملوا ولا خطوه يعملوها اللي عندهم هرمون ذكري مثلا؟ نحن فينا نعمل لهم، بس بتصير بنعمل ليزر. أوكي. بس بياخذوا وقت، يعني وقت اطول. بس انتم بتقولوا للمريضات اللي بتجي 100%. انا ممكن اكثر من بس انا بتمنى تعالج حالها قبل ما بلش لها، لانه تروح عند حكيم نسائي بيعطوها دواء خاص لها من 3 لـ6 اشهر 100% بتتعالج منه، بتعالج الهرمون بعدين بنبلش. او اذا هي كانت مصره بدها تعمل جلساتها بنقول لها بدك تاخذي وقت اطول. يعني بهالحاله لا لازم تعالج حالها، لا لازم تعالج بكل الاحوال لازم تعالج حالها، لانه ما بتاخذ ريزلتها لا عندي ولا عند غيري. يعني انا بفهم هاي اللي عندهم هرمون ذكري كثير عالي واللي عم بيقولوا لهم بالسوق انه في اي بي ال اللي هو نوع بيحرقوا البصل بيقولوا لهم تشربهم بالشفره ورجعوا تعوا، يعني هذا عم بيكذبوا على العالم. 100% 100%. في فرق كتير كبير بين الاي بي ال وبين الليزر، في ناس ما بيقدروا يشرحوا لهم. الماشينات الاي بي ال هي اقل، يعني سعرها ارخص من سعر الليزر. يعني الاي بي ال بتشتريها ب $10,000 $5,000، الليزر من فوق ال $100,000. في كتير مراكز ما بيشتروها للليزر، من هيك بيقولوا لهم انه نحن هذا مش اي بي ال هذا ليزر. المركز اللي بيحترم حاله او العياده اللي بتحترم حالها بتقول هيدا ليزر وهيدا اي بي ال. طب مين اللي بيدفع معه الاي بي ال؟ يعني ممكن وحده جلسه وجلستين خلص. نحن بنعمل، نحن عندنا ليزر اي بي ال الايت، عندنا 3 بروجرامات معنا. انا بعمل ليزر اللي عندكم يمكن ما عرفت انه هي فريد منه، هي ما بلاقيها 100%. هلا هي الماشين الاحدث شيء اللي هي ضوء بيمرق بس من فوق الجسم من لمده 10 دقائق بنخلص فول بادي. عاده كنا نعمل كامل الجسم ساعتين ساعه ونص. يعني اختصرته بالوقت، وقت وممنوع وجع، ما في وجع ابدا، ما بتحس زبوني ابدا بالوجع. وممنوع الشفره. نحن بيختلف عن هونيك 100%. مثلا نحن الاي بي ال المراكز اللي بتعمل اي بي ال وبتقول لهم $100 الجلسه فول بادي، ونحن كل العالم هونيك ارخص. نحن هذه الاي بي ال نحن بنعملها فور فري مجانا، ما بناخذ حقها. انت بعمل لهم انا اي بي ال، انا بعمل جلسه الليزر اليوم، نحن 5 شهر بعمل لها ليزر بقتل لها البصله، بعد 10 ايام بمرق لها روتوش اي بي ال فور فري. يعني الاي بي ال هو روتوش انا بس احرق الشعره، بس اخلي لها البشره نظيفه، انا مش عم عالجها بالاي بي ال. طب
طيب انا بس اوكي، هاي المكنه اللي عرفناها انه هو اختصار للوقت بلا وجع هو الريزلت 100%. بدي اجي لعندي مثلا شو في غير انه هو في وجع الريزلت او الوقت؟ انت انا النتيجه مضمونه عندي، انا بشرح لك اكثر. بعدين في عنا نحن كمان للبشرة، منعالج البشرة، منوحد لون البشرة. إذا عنا كلف في كتير أمكنة ما بيعالجوا الكلف، بيعطون أدوية، بيعطون أسيد، ما بعرف شو بيعطون. نحن من أول جلسة منوحد لون البشرة، منعالج الأكنة. دائما بيكون في عندهم، في أشخاص بيكون عندهم جدرة من هن وصغار، في ببشرتهم من المسامل مفتوح كمان منسكره. صح 100%. فينا نفتح البروجرام ونشوف البروجرام للسكين، للفريز، الكوبروز الصغار، البوأكني. فينا نعالج البشرة، فينا نعالج الشعر بديود ليزر اللي هي الحديثة. طيب وقت ما قلتي انه قد ايه بياخذوا النتيجة مثل اي ليزر؟ من اول جلسة بلاقوا ريزلت عم تحكي كليزر والاي بي ال، يعني انت عم تقولي هلا ثلاث عملنا جلسة وما في وجع، قد ايه بده انه الريزلت اقوى كمان من اي حدا ثاني ولا هو الريزلت هو بعد 15 يوم؟ نحن عملنا جلسة اليوم، بعد 15 يوم الشعر اللي بتهر مع البصلة ما بقى ترجع. يعني انا بعمل كل شهر جلسة، لما بتجي لعند الكليونت بعد شهر كل شهر جلسة اول فترة، بعدين بصير كل 40 يوم، بعدين كل شهرين جلسة. هيدي اخر شيء. بين الجلسة والجلسة بنعمل الاي بي ال، خبرتك اللي هو بنحرق الشعرة فور فري. يا فور فري اذا كانت عم تعمل ليزر، بس اذا اجت وحده بدها اي بي ال ما فور فري. هالفرق انا ما بنصحها تعمل اي بي ال لانه حرام، هي عم تقضي وقت وعم تدفع مصاري زياده 100% 100%. وهي بتاخذ ريزلتات حلوه وبيروح الوبر معها، بس انه ما في وجع هالاهم. 100%. فينا نعمل هلا جلسه قدامكم، فينا نشوف الكليون، فينا نشوف الطريقه كيف، وفينا نشوف نو فول هاندز. بنشوف قد ايه وقت، قد ايه بياخذ وقت، والريزلتا بنشوفها بعد 15 يوم. اول شيء بنحط البروجرام، اوكي من برده ما بتحس ابدا بالوجع. هون الزيرو ما في ولا ضربه. هلا بنشوف كم ضربه ضربناها واذا حست باي ضربه فيها. نحن بلشنا هيدا هي. اوكي بنعمل الاصابع، خلصنا. قد ايه اخذت معنا؟ شو دقيقه؟ هيدي الايد الثانيه اللي هو ضو بس بيمرق من فوقه. خلصنا الايد الثانيه. فينا نشوف كم ضربه ضربناها. 185 ضربه اللي هي ما حسيت ولا بضربه، اللي ما اخذوا دقيقه معنا وقت. وبلا وجع. حدا ممكن واحد يروح 100%. وبعد شهر هي بتجي بتلاقي في فراغات محل ما نزلت الشعره، فتحت البشره لوقت ما بيرجع بيوحد لون البشره، بيفتح كله، بصير بو بيبي. بصير عندها البو بيبي، ما عندنا شعر، واهم شيء ما في وجع، فيها تروح على البحر ثاني يوم. عادي. واحد يروح يعمل ليزر بقول المفروض ما تروح على البحر لانه انت بدك تحترق. فيها تروح على البحر ثاني يوم لانه هي ما حست بشيء، نحن بنخاف انها تحترق، انها تتغير لون البشره. اوكي يعني هون اول شيء البو مع ان البو سمراء، ما حمرينا، ما انوجعنا، ما حسينا باي شيء. اغلبيه الليزر هن البو السمراء الداكنه ما بيعملوا لهم ليزر، بيحرقون، بيحترقوا، بينوجعوا. دائما البو الفاتحه، نحن بالشرق البشره البيضاء كثير 100%. نحن بالشرق عندنا اغلبيتنا البو فاتحه مش بو غامقه. البول غامقه بافريقيا بتكون اكثر، مش باسيا. فنحن حتى لو كانت البو داكنه ما بياثر عندنا. لكل بروجرام لكل انواع البشره. نحن بعياده الدكتور طليعة احمديه بشارع بلاس، سنتر بلو بيلدينج، طابق الرابع. منرحب فيكم من نهار الاثنين لنهار السبت، من الساعة 9:30 للساعة 6:30. خلي عينك على الجرس.